ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون لا عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب البشرقين ورب
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.